مرحبا بكم، اهلا بكم منورين، اهلا بكم على موجات راديو اي اف ام، احلى راديو 9:11 دقيقه. اهلا اهلا صديقي خليل، ديما يبداها بالجو بالانفيونس والموجات الايجابيه. وي بوزيتيف، والله احسن حاجه. اضحك توا وانت قاعده تسوق في كرهبتك، وانت قاعد في اي بلاصه وتسمع فينا توا، تبسم كي تتبسم تحس اللي كذا تو فا بيان، مشاكلنا كلها ان شاء الله باذن الله باش تتحل باش تتفض باذن الله، ما يدوم حال المريض الله يشفيه، اللي عنده مشكل ان شاء الله ربي حلوا مشاكله، اللي خمم في مشروع ان شاء الله يتحقق كل شيء للناس الكل. قولوا يا الله ونتوكلوا على ربي مع ليكيب الكل في وقاية بيا. قلت لكم خليل، اي خليل في الاخراج، اسمعك تسمعوا الدنيا نار نار، عفوا راهو خليل معنا في ليكيب متاعنا الكل، لي كرونيكور ليلي بعد شوية 9:30 في وقاية برجك، محمد شيحة اي اف ام ديكوفيرت باش يهزنا كالعادة، عاد نمشي ونحلمو في احلى اماكن هنا في تونس وين نجمو نتشخلعو ونتفردو. ايه بالغايب في المواد زادة كيف كيف ساسوها شيف بوجلبين ودبارة جديدة الكوتش والسبور زادة باش يكون في المواد، والبداية كالعادة بالضحك والذمار مع ملك الذمار، خنقول له ملك هكا باش يحس بالمسؤوليه. صباح الخير، اهلا اهلا، صباح الفل ملك الذمار، اهلا اهلا، صباح الخير. اش قاولك شفت شنيه؟ شكون عندنا احنا في البرنامج هذايا الصباح؟ عندنا كان انت تضمر علينا، ملك انت ملك السواتين هي ضمرة. اي السواتين ليه مال انت تسخر روحك ملك على شكون؟ على المنادي عليه مال؟ ليه عاد هكا توا ما وصلتش لغادي، انت توا مزدت ستاجير، ما عليك في الازرق، شفت محليني هي فيم ودنيا اللون على اللون وراس شهر بيا راس الشهر فيمك تبارك قالوا راس الشهر اليوم حتى الحتى خاطر عيد ميلادي اليوم قد عملت لو 3 عليه توا توا خلينا اصحاب عليه عليه تحب نزيد نكرك تحب نزيد نكرك قد عمرك توا عليش عليه تلهيت بعمرك انا فما 48 ساعة 48 heures ما نقولش عمري خاطر كي نقول عمري نعمل البوز، وانا ماك تعرف ما نحبش البوز. فما بوز اليوم فما. لا لا ما نقولش فما بوز ومن بعد فخر من هنا السيد المستمعين، ما تبوزيش بعمري من فضلك، من هنا لاخر ايميسيون نقول لكم العمر بيا بالضبط، ما تبوزيش بعمري، مستحيل نخليك اعطيك الفرصه هذيا باهي تنشوف، وحتى حد ما ينجم يعرف سر. مرسي خليل، شو العبيد اللي عندها ذوق، شو الفيانكا والثخامة، هابي بيرثداي اي عليها لولوني، مش كتبتوا لي اغاني العيد ميلادات الكل مش قالت لكم على عمري، ايا نضحكوا خير نضحكوا خير خير ما تضحك على عمري. تحبشي نهارين فوتيل باي نهارين عيد ميلادك عاد تعمل ويكاند في وتير شنو اقل ما تجم تعمل معايا اقل حاجه اقل حاجه هاي نشوفوا من السيد واحد طلبته قلت له عندك نهارين في وتير نسمعوا شنو قال سيد المخرج واحد سكين ثلاثه ستوب يفهم وقيت بيا الو اهلا على السلامه مرحبا منا التيراج وصور وخرج اسمك في التيراج وصور وربحت معانا ويكاند في اوتيل ليون دوغ ما شاركتش انا لا انت ما شاركتش نحن اللي ربحناك والله يرحم والديك شاركت شنو ليون دوغ الاوتيل اسمه ليون دوغ وين هذا في الكيف على البحر فاكونس في السخانه في الكيف على البحر على البحر اي ياسر زامر صاحبي سكسك زمار انت حد زمار يرحم بوك نخدم رانا ليون دوغ ثلاثة نجوم وشعار برسمك ثلاثة نجوم إن شاء الله إن شاء الله ديجا قدمنا الأوراق قدموا الأوراق إن شاء الله شنو إن شاء الله قدموا الأوراق وباش يولي كولونيل بلان إن شاء الله شنو إن شاء الله يعني إن شاء الله شنو تبيحنا ونسبك ولا شنو ليون دوغ الوتيل اسمه ليون دوغ مبروك عليك مبروك عليك بالله كتبيع وي مش نورمال عندك زهر يكسر الحجر عاودنا توا عملنا تيراج وصور وعاود خرج اسمك مره اخرى مسيو باش تربح ويكاند في وتيل ليون دوغ ثلاثة نجوم وشعار في الكيف ان شاء الله مبروك عليك مبروك عليك مبروك عليك ياسر انت عندك المدام لا ما عنديش مدام انت ياسر غدير كان عندك المدام تربح 2 ليون دوغ كان عندك كان عندك حميتك وحموك تربح 4 ليون دوغ كان عندك سيارة تولي 5 ليون دوغ
حبش نجيب معايا ولاد الحومه صح. لا انت باش تربح انت. اي نجيب معايا ولاد الحومه حشنا بيك نحبوا قابلوك نشربوا معك قبل ما نمشيو ليون دور. وين انت وين بالضبط تو نجيوك تو؟ لا مش مش ليون مش ليون لي 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 كيما لي لي يعني. لا لي لي بتاع البراج نحكي على لي لي اش معناها؟ اي لي يعني يجي لي لي اي لي لي مش اقرا راو لا اه مش مش لي مش فرش يعني لي فرش صحيت اندر اش معناها؟ كلوز صغار هذاك لا هذاك بالحليب لا 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 مش حس روحك شويه معايا شويه صاحبي طولت معايا شويه الموضوع خل نفسر لك ما انت فاهم بالغلط يا ودي ما يا صديقي انت اللي رابح مش نحن انت اللي رابح اربحها انت لي اندر امان ما نسمح لكش شنو شنو ما تسمح ليش جيت لداركم برا لي الو وباش نورمال مش نورمال مش نورمال لا انت مش نورمال ثاني مره تيراج السور يعاود يخرج اسمك انت مره اخرى انت معناها راك ثلاثه مرات اسمك خرج في تيراج السور عامل ياسر خير ياسر خير انت عامل انت عامل ياسر خير النمره ذي اللي خرج 97 نحن نعمل تيراج السور بالنيميرو مش بالاسم فهمت علاش بالتليفون بالتليفون راه البيس سارق اما اسمعني جست نحب نقول لك حاجه اللي اللي اه يا لين العاشقين اهل خويا التليفون مازال كيناترو توا انا غني في الويكاند علاش تغني توا انت بيدلو بيدلو في اللي في اللي ريت الكيف اول ما تطلع الكيف بيدلو هو اللوتين غاديكا كان عندك المدام والصغيرات راك مش توصل ل 5 ليون دوغ راهو ايه تعاود تطلبني مره جايه قبل ما تعلق ليون دوغ شنيا يا فهم وقيت بيا هكا عالصباح مخطوطي مواطنين ياسر عقلين ومحليه في بالي هكا وحيد طلع عقلين برشا انا كما قلت لكم هديه عيد ميلادي ان شاء الله للمستمعين الكل عاد كرماوي في بابي كادو ونمدوه لكم كادو اعملوا فيه ما بدلكم حتى انت زاد عندك ويكاند في الكيف في ليون دو اي قبل لا هكا قال باش نجيب لك صحاب وانا ما يجيش وحده اذا معاه اصحابه لا لا شفت هو باش يتحاسب معاك جايب لك اصحابه معاه باش يجيبوا له طحونته حاجته عليه انت يا ودي انت وحدك تكفي راه معاه دغزلو قد الطرف راه لك هاو بيات اي من بعد نرجعوا في الفار الفار من بعد باش باش يكون معنا المق العظيم مقدد السيلي الكبير مقدد السيلي نحكيوا اكثر كان هبوا تدوين البارح باش نزيدوا نحكيوا عليه اكثر نشوفوا نوضحوا وزيد حكينا زاد كان عنده شي عروض السنه لانه ما هبطش البرنامج نتاعو رغم اللي عنده مسرحيه عمريني في في مهرجانات كبيره موجود هو ما اللي فهمته انه هو موجود وهو ما حبش يهبط باش نزيدوا نفهموا علاش ما حبش يهبط داكور ابار ساب يوتا نسك باي من لسيق اهلا يا مول كنت تعطينا وحيد في المحيه السيكه شدك عليك نقيموا خرجوا نقيموا خرجوا اخرج وحيد في المحيه السيكه دوغ دوغ عادي يزم الدوك يزم الدوك يلا قايت اي اف ام ديكوفيرت الغزالة رايقة هيا عيد ميلادي اليوم ما تمرجونيش فاصل وراجعين على يا فم احلى غديو اهلا وسهلا ومرحبا بكم حتى لل11 يقيت باية 9:26 دقيقة محمد شي حيزم يلزم يزرب روحه في الفقرة متاعه علاش على خاطر من بعد موعد اصحاب اصحاب ليلي الكل باش يكونوا في الموعد 9:30 بالضبط راه الرحمة لي فيت 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 في وقيت يا فم ديكوفيرت اهلا وسهلا على غالب باش ناخذك شويه من وقتك صباح الخير باي صباح الخير الناس الكل كل عام وانت حيه بخير تحبني نقول اليوم عيد ميلادي اليوم بالذات ما نجم نقول لك خرجت على الموضوع شويه تعمل اللي تحب اليوم تعمل اللي تحب سامحوني اليوم باش نرجعوا بيا الهوارية اللي هي اخر نقطة في الشمال الشرقي للوطن القبلي تبعد على العاصمة 110 كيلومتر وعلى سيسيليا 80 كيلومتر الهوارية الهوارية كلها شتوت وفحورات مزيانة هذاك علاش ما نجموش ما نحكيوش عليها مرتين وثلاثة المرة اللي فات حكيت لكم على المغاور اليوم باش نهزكم لكريك المتاريس هو شط داير بصخر وقدامك بحر حاجة ياسر مزيانة وتبعد 113 كيلومتر على العاصمة نلقاو الكياس مرتاح وثنية سهلة اما ما نجموش نوصلوا لها بالكهرباء خاطر كريك المتاريس مش شط رملي هو تجمع صخري في وسط الماء دونك لازم تمشي لها من البرت للهواريه من غادي تلقى زودياك اللي يوصلك في ربع ساعة 3 كيلومتر برك على البرت وفي ربع ساعة باش تشوف برشا مناظر مزيانة للي مغروم بتصاور وستوريات يحضر روحه نجم تلقى حتى لي دوفان يوصلوا فيك زادة وبعد تلقى روحك في البلاصة اللي تسحر هذي وتنجم تهز معك كل ما يلزمك ماكلتك باراسول الحاجات اللي باش تستحقهم اما ميسالش الماسك خليه خاطر ماكش باش تستحقه باش تلقى ماء صافي
نجم تشوف القاع، وكما تعرفوا الحوت يحب الصخر، معناه باش تمتع عينيك بالحويتات اللي باش تلقاهم يعوموا معاك. واللي يحب يرتح روحه زاده يلقى كل شيء غادي موجود، ينجم ياكل باراسول وياخذ فطوره من غادي سور بلاس. باختصار منظر ولا اروع، حاجه تسحر بالرسمي، وزيد كان تطلع الفوق تشوف حاجه اخرى وزين اخر، صخر عالي في وسط بحر صافي، لونه لون السماء ولون الرب زاد متاع بيا كيف كيف. تخيل وحدك المشهد. الحق ننصح العبيد اللي تحب البحر المزيان ونسمة نظيفة وخاصة الكالم وراحة البال، امشي وعادي ونهاير غادي وتفكروني. ومعنا إيمان إبراهيم باش تزيد تحكينا على البلاصة المزيانة هذه. أهلا إيمان، أهلا، صباح الفل. صباح النور بيا، صباح النور محمد. أنا قد ما باش نحكي عليها البلايص الهوارية وشي شمش مش باش نعطيها حقها، جنة على وجه الأرض. أنا آخر مرة مشيت لها ما نعرفش كان مش راديو، راني عديت على الاقل نهارين ثلاثه غادي. دونك البلاصه هذه، اما البلاصه هذه بالذات ما يظل لي انا ما نعرفش حاجه ياسر مزيانه بايا. باش تزيد تحكي لنا عليها، هي ماهوش شط، هو شط صخري. شط صخري، وزيد تحكي لنا انت ايمان. اكيد بيان سور، قبل كل شيء بايا كل عام وانت حيه بخير. يعيشك اللي فضلك، يعيشك خليك. لا لا باهي سيدي، كان سيدي البلاصه نتاعنا اليوم اسمها كريك المتاريس كما حكى لكم محمد. اي كي نقولوا الكريك يجيك الشط الصخري مسكر منه ومنه، يعني كي نص دائره ولا تدور تلقى الصخر داير بيك. ايوا والمميز في الكريك المتاريس كونه ما فيهاش شط، فما كان ايوا على الـ على الحجر على الصخر. ايوا حتى كي فيها شط حكايه مترو شط صخري، يعني تعرف تنجم على كل حجرة واطية حجرة عالية كيفاك. دونك يلزم واحد يلبس حاجة ما يمشيش يلبس هاك السنيد البلاستيك. وي وي ماذا بيه في الرجلين ما يمشيش حكاين، خاطر الحجر يلزم يكون. اي سينو نجمو نقعدو، معناها نلقاو وين نفرشو نقعدو نكامبي. هو كي نسخف الكامبي الحقيقة مش في البارتي هيك، سوا بارتيات أخرين أبقار هذية، خاطر البلاصة هذية كلها صخر، صخر كبير صخر صغير. داك ما انت فما بتوات يهزوك غاديك تعوم، تلقى تلقى زودياك نتاعك هو اللي يوصلك، تلقى زودياك تهزك توصلك تعوم غاديك ومن بعد ترجعك للشط بالضبط. هذا هو الصخر اللي موجود، غادي تنجم تحط فوق المنشفه نتاعك ولا تنجم تحط باراسول غادي وتنجم تقعد، معناها يسمح باش تنجم تقعد وتنجم تعوم. اي اي واضح 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 باهي. والحاجه الباهيه في الامر كونه موجود كل شيء، يعني موجود لي باراسول، موجود ماكله، موجود كل شيء. تري تري بيان، يعني ما غير ما يقعد يهز معاه فطور وكل شيء يلقى كل شيء سير بلاس، يلقى كل شيء سير بلاس. واللي يحب يهز بالطبيعه ساهل برشا. دونك البحر مزيان كما قلت انت صافي هبل، شنو باش نزيدوا اخر نحكيوا عليه؟ مع حاجه ياسر مزيانه، هو اصلا الحوت يحب الصخر والبنتي ماشي للصخر في وسط بحر، معناها باش تلقى الحوت قاعد يدور بيك. دونك حاجه تحب تصطاد اللي حب يصطاد ساهل. الحاجات اللي ننزل ننصح بهم العباد اللي ماشيين بالنسبه للي ماشيين نبابي يهز معاهم حاجه يصوروا بها تحت المي، ماك تعرف الحوت والحجر. الحوت يحب الصخر خاطر فما كطحال بالبحريه كثير، باش تلقى برشا حوت مختلف الانواع والاشكال والالوان، وفي عاد هيك ما نحكي لكمش عليها ولا اروع. ولا اروع، انا قاعده نتفرج في التصاور جنه جنه. دونك الماسك نتاعك حاجه تلبسها في ساقيك، هذوما حاجتين معناها الماسك باش تشوف المنظر الحلو. وماذا بيه اللي ما يعرفش الماء ياسر صافي، اللي ما يعرفش واللي ما يعرفش يعوم ننصح يهز البوي معاه الحقيقه، خاطرها بلاصه مزيانه كيف تمشي لها لازمك تعوم فيها حتى ولو ما تعرفش. دوك انا ما نهزش البوي، انت باش تهز محمد شي حتى نهز لك البويك الكبير. فماش تجي قدي انا صعيبه، لازمك تطلعها حتى تطلع هكاك. لا لا تنهز الليليم اكيد، نهز شامبرير الليليم. وي وي بيان سيغ، واكيد نزيدكم حاجه اخرى، يعني كيفكم مزهرين بيان سيغ الباطو يجي يقربك باش تشوف جزيره زمبرتا. جزيره زمبرا وزمبرتا ايوه، هو اللي يهزنا غادي جمله ونقعدوا. اي بيان سيغ لما تشوف لي دو فاك، صحيح اني مشيت لها ما شفتش، ما الا مشاو معايا شافهم اني ما شفتهمش الوقت. ميرسي عزيزتي عايشه، شكرا شكرا لك. يلا باش نشوفوا حظ براجنا توا، مش باش نشوفوا البلايص توا. شو بختنا مقصود بها النور. ايا تفضل اي تفضل مشي. عجبتني القعده. تحب شكون ما يحبش ليلي بالله؟ كتشوف انا قد نحب خاطر باش تقول لي ياسر حاجات باهيه باش تصير لي اليوم، مش هكا ليلي. ايا توت سويت وقايت برجك، شنهاركم زين، شنهاركم مبروك، نهاركم اسعد.
أسعد الأيام مستمعين راديو إي إف إم. أهلا وسهلا مرحبا بكم وين ما كنتم تسمعوا فينا. اليوم نهار إيجابي, نهار خرق العادة, إيجابيات ممتازة تنسق كوكبي عاد في غفلة على كوكب الأرض. دونك اللي عنده أي قضية رد بالك تأجل عمل اليوم إلى الغد, نبعدوا على التوتر والاندفاع ورد الفعل السريع وناخذوا الأمور بالراحة إن شاء الله. كما العادة نبدأ بالحمل اللي البارح لقيناها أجيت شوية, اليوم سبب بوكو ميو, نهار إسبيسيال, نهار خرق العادة. ديجا ملي قمت تحس روحك عندك نشاط وحيوية وإقبال على الحياة. دونك فازي فونس, لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد, وأي قرار عندك خذه ما تترددش, الحظ معاك في قراراتك الكل يا حمل. والأخبار السارة في الجانب العملي والمادي في الطريق إليك, الثور اللي هما من أكثر الأبراج تألق ونجاحات وأخذ قرارات ومرحلة العبور تعديناها, مرحلة الحال احنا في مرحلة الحصاد نجم نقوله. المهم تنتبه وما تخليش الحاجة المزينة تتعدى مرور الكرام, خاصة اليوم صدفة وإلا موعد وإلا غنوة ولا ديسكوشن ولا أي حاجة هكا, حوار مزين اللي باش تخرج منه بنتائج خارقة للعادة. بالنسبة للجوزاء اللي هما ديما يحافظوا على التوازن وديما يفركسوا على التوازن, دونك الجوزاء من الأبراج الممتازة والمحظوظة والمرحلة الجاية إن شاء الله فيها النتائج متاع الفترات اللي اتعدات, خاصة اللي صار فيهم نوع من الضغوطات. اليوم نهار ممتاز, نهار خارق للعادة, خاصة عاطفيا, يعني اللي عايش غبطو وإلا قلق وإلا اللي هو ولا يحب يعمل ديكلاراسيون دامور ولا يحب يصلح, فازي فونس ما ضيعش الوقت. السرطان, السرطان وأخيرا نرجعو خذيو هكا بالحق الليمات هذيا 200%, التوازن الكلي, التفائل, الإقبال على الحياة, الكاريزما الحلوة اللي تخليك توصل وتواصل, برشا 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 حاجات حلوين اللي فقدوهم السرطان في المدة اللي اتعدت, بشوية بشوية كل شيء ارجع. دونك انطلق من غير تردد ومن غير خوف ومن غير ما نخمو في الفترة اللي اتعدت, ديما نقولوا ان شاء الله اللي جاي احلى. انثى السرطان ابعد شوية على الضغوطات النفسية اللي تعمل فيها لروحك بالشك وبالتهلويس وبخيالك الواسع, دونك ماذا بينا. لا الاسد اللي قلنا عليهم ديما يقعدوا سودة مهما كانت الوضع, خاصة كي تعدوا هكا بمراحل فيها نوع من الضغط والا نوع من الصعوبات, ديما يستمدوا منها القوة باش يكملوا يواصلوا وينطلقوا بطريقة مزيانة. نجم نقولوا اليوم نهار رومانسي عند السيد, معناه اللي عايش هكا قلق ولا غولاسيون مش واضحة ولا فما غوفلي سومبرو شوية في الوضعية, اليوم الرؤية توضح ونعاودوا ناخذوا زمام الأمور بجدية وننطلقوا مرة أخرى إن شاء الله. أنثى الأسد اللي هي اللبة, انتبه ما تخليش الحاجة المزيانة تتعدى مرور الكرامة. بالنسبة للعذراء اللي ماخذين الأمور بحليهم بحليهم ليمتى ذي, معناه عندهم طاقة إيجابية ممتازة وعندهم جانب تفائل خارق العادة, سيختو اللي يخضروا للجانب المضيء, دونك واصل بالطريقة اللي أنت فيها حاليا وتشوف الأيامات اللي جاية سيربريز وبون نوفيل والحاجات الحلوة اللي هي شغل غوط وبلوس في الأفق القريب مش البعيد. دونك اليوم نهار مزيان عند العذراء, خاصة عمليا وماديا, دونك اللي يستنى في خدمة, اللي يستنى في أكور, في سينياتور, في كونترا, في أي حاجة إن شاء الله اليوم عندك أخبار سارة. بالنسبة للميزان الأكثر السؤالات, خاصة اللي عندهم دوسي قضائي وإلا هكا دوسي بلوكي كلكو باغ وإلا ورقة معطلة الأمور كلها وإلا فيزا ولا اللي هو, إن شاء الله اليوم عندك بون نوفيل بالحق اللي باش تبدل الوضعية 380 درجة وتخلي الميزان ينطلقوا بطريقة مزيانة وحلوة, وخاصة أنك عندهم هكا ثقة في رواحهم. أنثى الميزان ابعد شوية على الشك المفرط والغيرة المفرطة مش لصالح, كان عندك حاجة خليها للروح وتجي الوقت نعود ونجبدو الملف ونحكي فيه, أما حاليا أي حاجة باش تعملها ولا أي خطوة باش تعملها باش تتعبك أكثر, دونك من المستحسن لا. العقرب, العقرب اللي هما من أكثر أبراج الحظ, خاصة اللي منتظية رجل العقرب, كان فلوس كان خدمة كان توسعات كان إضافة في الخدمة كان دوسي قضائي كان ورقة بلوكي كان دوسي صحي, أي حاجة عند البقايا شوية اللي قعدوا عند العقرب مازالت مقلقة, البقايا متاع اللي تعدى يتخلصوا منها إن شاء الله الفترة هذية, والانطلاقة الرسمية والأخبار السارة تبدأ معاك من اليوم. دونك انتبه يا عقرب وواصل وياك والتردد والتراجع, ليش أنا باش نوصيك خلنا في العقرب قدموا مع شو آخره. القوس, القوس اليوم ماخذين زمام الأمور بتاتخ بجدية أكثر من اللازم, اللي ساعة حاجة تفوت حدها تقولي مش حلو وراء ضيع عنها التوازن الكل, ماذا بيك ديما البيس وقتاك وتخسر قبل الوضع من الزوايا الكل, وحاول معناها باش تكون وانتم ما عندكم الدقة الملاحظة عندكم العمق في الأراء, دونك ماذا بيك لما تذية تتجند بالصفات اللي فيك باش تحسن أخذ قراراتك باش متحسش روحك اتسرعت, دونك التسرع مش لصالحك نهائيا يا قوس, واحدة واحدة وإن شاء الله أخبار مزينة اللي باش تبدل برشا معطيات من هوني العشية من هوني
الصباح برشا حاجات حلوه باش تتبدل. تسرع لي ديما تسرع في الاوضاع الصعيبه ماذا بينا لا. باغ كونتر الجدي نحبك تتسرع وتنطلق وما تترددش وما تترجعش وما توخرش وما تعملش خطوات بطيئه. اللي تعدى تعدى، احنا في اليوم وماشيين الغدوه، دونك لو باسي باسي، واصل بطريقتك واستنى لي بون نوفيل. اي باساج كان ديفيسيل اكيد توضحت فيه عده نقاط اللي تخليك تفهم الوضعيه بطريقه اوضح وتاخذ الامور بجديه اكثر ومن غير تراجع. معناها ما فماش سلبي من غير ايجابي وما فماش ايجابي من غير سلبي، المهم انت تنطلق. بالنسبه للدلو اللي هما عاملين في رويحهم حاله الدلو كل كان يسالوا فيا البر ما حبيش نجاوب حتى كلمه، قلت تدخل لايف ونحكي اللي ما يعجبهمش العجب والصيام في الرجب وديما طالبين معناها الزيد وما يكتفي وش باللي هما فيه ويحبوا كل شيء فيسا كل شيء كما هما يحبوا اوغ ما يصيرش وما يجيش. حياتنا بارتاجين، عيشوا في وسط مجتمعاتي رايك وانا راي ونجموا نختلفوا ما مش مشكله. دونك الدلو عايشكم يبارك فيكم، خذوا الامور بالراحه اكثر وما هوش تنازل، ما فهم تفهم الوضعيه اكثر تنجم تنجح بها اكثر. والتسرع عليه خاطر الابراج الهوائيه متسرعين ومجازيين ومتقلبين وما يعجبهم حتى شيء. دونك اليوم بكل امانه وبكل صدق ما جاوبش خاطر باش نقول للدلو حضر روحك، اليوم النهار سبيسيال، كل واحد فيش، واحد في خدمه، واحد في فلوس، واحد في جي، واحد في الورقه، واحد خروج من وضعيه خايبه، واحد اليوم النهار سبيسيال عند الدلو. كما العاده نكملوا بالحوت اللي هو من الابراج المائيه. الحوت غني على تعريفك، الجانب الذكي عندهم الغفلكس الحلو اللي ينقذوا به الوضعيه لدى غنية غمنوتك، الجانب الرومانسي زاد ساعه يحضر ياسر مزيان. هنا نلقاو الحوت عندهم خدمه، عندهم فلوس، عندهم نجاح، عندهم حب، عندهم استقرار وعندهم كل شيء، في نفس الوقت ديما عندهم الجانب من الخوف اللي فيه التردد، بالك شي يصير هكذيك، بالك شي ماذا بينا نتخلصوا منها ونعيشوا اللحظه كيف ما هي ونستقبلوا الوضع كيما هو وديما غدوه احلى. مادام فما غدوه مادام فما حاجه جديده ان شاء الله. في الاول وفي الاخر نقولوا نتفائلوا خير، نلقاو كان خير، شنهاركم اسعد الايام وخليكم مع بايا. ميرسي ليلى لو سافا كوتو فا بيان، الناس الكل لاباس، براشكم الكل، اسمعوا كلام ليلي تربحوا. الا انا مش باش نسمع كلامها اليوم، اليوم انا بوسك عيد ميلادي دونك لازم نخرج على المعتاد هذاك، عليه توا باش نمشي الجمالي وقيد جمالك. في وقيد جمالك معنا الدكتورة عايدة كسراوي، اهلا وسهلا مرحبا بيك. دونك مع دكتورة عايدة كسراوي باش نحكيوا على لماشين اس بي ديناميس، دورها في الحفاظ على جمالك وشباب وجهك كيف هناك. انا جو سويتي جويز انيفيرسير ابا عايشك عايشك. ميرسي 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 عايده دا عايشك. ميرسي دكتوره. دونك باش نحكيو زيد على بالزهر هاو مدام اليوم عيد ميلادي لازمني نحكي على جمالي زيد دكتوره نسبه بي زبا الميكرو بي دكتوره. دونك التقنيات في طب التجميل نعرفوا فما برشا تقنيات اصبحت متطوره ومتعدده كيما الغاديو فريكونس كيما الافو نسبا وبرشا برشا برشا تقنيات. علاش المراه اليوم التونسيه يلزمها تختار فوتونا فوتونا اس بي فوتونا لازير اس بي ديناميس. دونك شنو هي التقنيات والضمانات الاضافيه اللي باش تقدمهم فوتونا اس بي ديناميس في الصيف ولا حتى في الشتاء زيد بيان سور؟ معناتها التقنيات راهو كيما في الصيف كيما في الشتاء تستعمل، فما تقنيات اسكو هي نجمو نستعملوها كيما في الصيف كيما في الشتاء؟ كيما في الشتاء بي هما التقنيات هذوما الكل عائله سيت اون فامي. ابان لو لازير هو بوهم الكبير. C'est pour ça باش نمشيو للبول كبير. Si on va traduire ça en termes médicaux, باش نقولوا اللي هما عائله علاش؟ على خاطر هما تقنيات انرجيتيك يعطيو طاقه للخلايا وللبشره. دونك البول كبير هو اللي باش يعطي en termes d'intensité كي نحكيو قوه باش نحكيو على لو لازير. داكور؟ En plus de ça, le laser c'est une technique, هي technique médicale, c'est de la médecine pure et dure. OK. توا كي باش نحكيو دونك سي اون تكنيك ميديكال سي لا تكنيك دو ريفيرونس. علاش؟ على خاطر ساعات نقولوا التقنيه الفلانيه تقرب للليزر وهذا يخلي له ليزر اي اون ريفيرونس. OK. دونك سي ميديكال سي اون ريفيرونس. توا لا فام كون تال فا كونسولتي كي تجي باش تعدي عندها دي انديكاسيون معينين شنو تلاوج؟ تلاوج لا ساتيسفاكسيون.
دونك هي تلوج باش تخرج فرحانه. دونك كي نحكيو على اون تكنيك بيورمون ميديكال باش نحكيو على حاجه تعطينا إفي إيميديا دونك نتيجة حينية دونك تخرج فرحانة في الحين. نحكيو على ديورابيليتي قداش باش تقعد سيت إفي. وهنا باش نحكي لك وباش تسمعني برشا مرات نحكي لك على إفي ركول خاطر خدمنا وشفنا لو ركول ولات عندنا رصيد من الخدمة اللي خدمناها ونجمو نحكيو على ان ركول. دونك قداش لا ديورابيليتي دونك معناتها النتائج توا ولينا نشوفوا فيها معناتها هذاك نجمو نكلموا عليها بكل ثقه. فوالا دونك لو فوتونا اسبي ديناميس هي اون ماشين ولات عندنا في تونس سبقونا ناس ليها فما لو ماروك باغ اكزومبل اللي فيه اكثر وقبلنا بوكو دو فوتونا. سي اون تكنيك كي دور دوبوي اون ترانتين داني في العالم. سي اون فيرم كي ديفلوب اللي تعطي في لي لازير وكل شيء. دونك توا وصلت باش عطاتنا اون ماشين متقدمه برشا لاسبي ديناميس. اوكي المعروف اللي في الصيف معناتها برشا مشاكل صحيح الجلد هاك تشوف قدامك معناها في الصيف خاصه. دونك شنو شنو اهم المشاكل هذي اللي تتعرض لها لابو للجلد وشنو تجم يعني كيفاش تجم تحميها بالفوتو اس بي ديناميس. انا شنو نجاوبك على السؤال هذا خليني نكملك اون سارتين حاجه في السؤال الاولاني اللي احنا قلنا ميديكال ريفيرونس ساتيسفاكسيون توا وديورابل وزاد السيكوريتي سيكوريتي بارابور للصيف ولا للشتاء. الحلول اللي تقدمهم فوتونا اس بي ديناميس يخلينا نجمو نستعملوا على الاقل نوعين من اللازير. نوعين من اللازير خاطر اللازير انواع من غير ما نسميو لي مو تكنيك مي نوعين من اللازير في نفس الحصه. اوكي المشاكل اللي تجينا في الصيف معروفه بطبيعه افيك الطقس هذا اللي يكون اوميد وسخون البو باش تعمل دي بور ديلاتي باش تعطينا لاكني الحبوب اللي في الوجه على خاطر فما برشا افرازات دهنيه في البشره وخاصه باش تعطينا امكانيه تصبغات اللي هما لي تاش بيغ بيغمونتير اللي يصيروا من الشمس. اوكي هنا كيفاش لو لازير فوتونا اس بي ديناميس باش يفيدنا تعطينا امكانيات كبيره باش نستعملوا تقنيات خاصه فيها تخلينا مثلا في موضوع التصبغات نعرفوا اللي فما اون باز نتاع دي فيسو سونغان تحتك اللون الغامق نتاع البشره نجمو نستعملوا نوع من اللازير تبع الفوتونا اللي نقصوا من لي في نتاع لي فاسكولاريزاسيون هذوما. من بعد نعملوا اون دوزيام ايتاب اللي اون فاجير على التصبغات هذه بيدها اون ثوازيام ايتاب اي بوسيبل اوسي باش نستعملوا دي برودوي خاطر نجمو نعملوا لازير افيك دي برودوي ميديكو نعرفوهم في الميزوثيرابي سكين بوستر كل باش نحسنوا لاكني الحبوب نحسنوا لي بور ديلاتي غيدغاتي لا بو في الصيف اي اجير سور بليزيور كومبوزونت اللي يقلقوا البو في الصيف. باهي توا احنا حكينا على المشاكل الجلديه والحلول اللي تقدمهم اس بي ديناميس توا بالنسبه للمراه اللي تحب مثلا جوست هكا تتلهى بجمال نتاعها وتحمي روحها من التجاعيد لي غيد سورتو هذه مشكله مش نساك هاو بيان سور سي ورجال مثلا كيفاش بفوتونا اس بي ديناميس نجم نحل كيفاش تنجم تعاوني. شو هي الفوتونا اس بي ديناميس باش تعاوننا واحنا اش نحكيو عليهم اما زيد نحب نطمن اللي سي تان لازير نجمو نمشيو له في الصيف من غير ما نخرجوا باك الحموريه والالتهابات اللي في البشره. ما فهميش وي هذا لو بلوس لو بلوس اللي جابته فوتونا اللي ديفلوبي دي تكنيك من غير ما نكون نسمي فيهم ديمو تكنيك اللي يخلينا نخدموا باريحيه في الصيف ما نخرجوش باك الحموريه تخرج ساعة سيون سيون سون دولور ما فهمش وجيعه ما فهمش حموريه من بعد اللي باش تقلق. ربي هنيك اي والله اي لا باش نعاود لك الكلمه نتاعي من الاول افيك دو ركول خاطر انا تخافايي سا ورينا شنو يصير. دونك ميتنو في الصيف شنو نجمو نعملو نجمو نتبعو الموضه بيا لي فوكس ايز نحلو لو روغار افيك لو لازير من غير اغريسيفيتي نجمو نخدمو لي ليفغ اون ستيمولاسيون كولاجين تصير نيفو دي ليفغ حتى الناس اللي عندهم لي بتيت ليفغ تنجم بشويه بشويه تولي لا ليفغ اللي شارنو خير من هكا تخافايي برشا حاجات لي سيكاتريس que ce soit في التروماتيزم ولا بعد عمليه نجمو نخدمو عليهم اي سي فيزابل في الصيف اوسي بيان في الشتاء الهير لوس
الناس اللي تفقد شعرها وعندها تياح في الشعر وكل شيء استنسنا بالبيخ بي وبالميزوثيرابي هنا كيف تي اسوسي ان لازر فوتونا اسبيديناميس او نيفو دو شوف دي دو لا دو كوير شوفلو في السكالب في الجلده نتاع الشعر نحفزوا الخلايا باش تعاود تطلع الشعر. ميرسي 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 دكتوره عايده على المعلومات اللي قدمتهم على فوتونا اس بي ديناميس اللي سبق بتبيعها وحكينا عليها وكان لازم اليوم نعاود ونحكيوا عليها على خاطرها تقنيات توفر لنا برشا يعني سيكوريتي وافيكاسيتي فوالا سيكوريتي افيكاسيتي اي بي سي ميديكال ريال سكان ميديكال لا تكنولوجي او سيرفيس دو لا بوتي. توا في الصيف والمشاكل الجدية اللي تتعرض لها المرأة وحتى الراجل لازمها حل نتيجته تكون مضمونة وتدوم، واليوم الحل نلقاوها في لي كابيني ديستيتيك اللي تستخدم لا ماشين فوتونا اس بي ديناميس. حافظوا على بشرتكم وجمالكم وما تخليوش لا صيف ولا تعب ينسيكم في روحكم. ريال سكان ميديكال لا تكنولوجي او سيرفيس دو لا بيوتي. ميرسي دكتوره عايده كسراوي مره اخرى. بون ميرسي ريال سكان اللي انا واحده من الناس لقات لي الحل بصراحه ووفرت لنا فوتونا اس بي ديناميس لاول مره في تونس. تنجموا كالعاده تابعوا احدث التقنيات على الكونت انستغرام ريال سكان استيتيك. ميرسي دكتوره باي باي. ميرسي مجربين أي بالغايب وعاد كرمام يا ربي تستني منكم يا ربي. هيا بونجور باي. اهلا وسهلا. بونجور الاخبار. شو فما الاخبار الجميله وال رايده المده هذه يعني. رايده رايدين رايدين هكا نهار فما برشا حس ونهار اسمع نمشي نصيف ونبحر وفهمت نرتاحوا شويه نرجع باهي نشوفوا احنا واش باش تعمل تو. نبداو بالخبر الاول. اذا مش نقول عليه حتى شيء الخبر الاول جبت نسمع كيكستري باهي ناس. بونجور. اليوم سيت اون دات تري سبيسيال بالنسبه ليا انا خاطرها سي لا دات دانيفرسير دو ما بايو دامور. انسانه ياسر نحبها ونحترمها ونقدرها وتعني لي برشا في حياتي. انسانه بالرسمي قويه برشا و جو بونس اثبتت الحاجه هذيه في برشا مواقف تعرضت لهم. اما مع القوه هذيك نلقاو انسانه ايبر جونتي، انسانه قلبها كبير برشا يرفع الدنيا واللي فيها. بالرسمي بايو سيت اون بيرسون كي extraordinaire et magnifique ou unique ma famille chemin hazous fait dernier heavy bayon haba nqol qdem nes lkol joyeux anniversaire azizti inchallah kol am nti hayab alf khir shqawlek fi lkhbar hadiya iya barakit li kint stajir maana fi IFM taqra tida sahafa قالت لي البارح بعثت لي في الليل قالت لي انا باش نبعث لك حاجه وانت شوف كيفاش توصلها بطريقتك الباهي. شوف بالنسبه دوك انا اخترت الخبر الاول اللي كنا لانيفرسير تاع باهي. ربي يفضلكم وعيشك. يا ايه مش اول مره تعمل حاجات كيما هكا والله العظيم والله العظيم يا جماعه ما في بالي راه والله لا في بالي. ليه بالحق ما في بالهيش. هي هي ماهيش اون سامبل فا. ايه بركي طيب شو غطوش في انا عندي ديفان اللي بدينا بداو معايا ملي بديت الكونت انستغرام نتاعي دونك قعدوا هي ملي هي صغيره في بالي ما قالت لي هي في كرش امها بدات معاها مش ملي هي صغيره في طفله قدك مش نعرفها قالت لي برتني فيديو كي مشيت انت خليني رايده نهار خل تحكي عايشك عيد ميلادك اليوم اعملي تحبي حتى ردي ترجو خليني اسمع بيني وبين لي فان نتاعي ما عادش تدخل من فضلك. اما حسيتها تحبك ياسر اكثر مني تحب روحك باي اقسم بالله كان تشوف انا قد ايه نحبها وقداش نموت عليها ونحبها نحبها نحبها وناجحه وهذه اهم شيء وزميلتكم راهي تو تو زميلتكم وردوا بالكم منها ردوا بالكم منها راهي ذكيه برشا وان شاء الله نهار من النهارات باش تسمعوا الاسم هذا او شدوا في باء شدوا الاسم هذا ايه بركات باش تكون صحفيه مهمه برشا انا نتنبأ لها وانا تنطير مشعل بعد ايه بالغايب تولي ايه لا عندها انتباه صار عندها انتباه صار بعد في العمر برشا اما عندها انتباه صار عندها موهوبه موهوبه وي 2040 ميرسي على فورني ميرسي ميرسي وفيتشي تو خرجوا
خرجوه من هنا خرجوه عليا شد بلاست باي في جوديتو 2040 انت باش شكون زعما في بلاست مين قرع عهد الكرمان لا نقولك حاجه اسمع مع عهد الكرمان بالك على بلاستك انت خدك انيماتور لا لا باش نجيبها ايه في بلاستو هو مرحبا باش نتقم منه باش انت باش وليو محليكم هتولي لغوبريك اسمها ايات ايات وحكايات انا نشوف فيكم الزوز محليكم في البلاتو باش تعملوا سكسي فو هاي نبداو بالخبر الاول هاي برا نتعديو للخبر محبش ليدر نتعديو للخبر نجيب القاضي كان ضيف نهار اثنين في برنامج كورنيش مع شكر بسبيس على موزيكا فيم وكان تسأل على غيبه في الأعمال الدرامية في التلفزة وكيفاش قبل دور في التلفزة مع جميل نجار في ليلة الشك خلينا نسمع الإكستري بالضبط بعد برما امبوسيبل نعاود نرجع قدام تي حتى كونفيونس تاعي في روحي كممثل تاع حطار مشيت ليها برشا معناتها ليه ودخلت في دخلت معناتها بالنسبه لي انا مخرج وفيني التمثيل معناتها علاش مش على خاطر الحقيقه من الحقيقه نحكيو من الاخر رديئه المسلسلات في تونس رديئه المسلسلات اي من الحقيقه معناتها 90% من المسلسلات في تونس رديئه جدا فوالا فقدت ثقتي في روحي كممثل بسبب رديئة المسلسلات 90% من المسلسلات في تونس رديئة وهو شاف روحه كصورة مخرج دونك ما ينجمش يكون ممثل في أي مسلسل وما يقبلش أي سيناريو ما سي بيان ما منعش أنا إن شاء الله تتحسن المسلسلات ونشوفوه يمثل كارو قال ما عدا بعض الأعمال معني أقل شيء معني أقل شيء كان نجم يعمله معني أقل حاجة كان ينجم يعملها إنه يقول مع احترامي لبعض الأعمال صحيح وبعض المجهودات وناس حاولت وناس تعبت وثم بالله جي تحكي على مسلسلات ناجحة نجاح كبير جي أنت في إذاعة في كلمتين معني وأنت فنان معني نجم يقولها إنسان عادي شخص عادي ما مش أرتيست مش فنان ياسر كان كاسحة قاسي شوية 90% برشة 90% مسلسل رديئة برشة 10% يعني جوز مسلسل بيه جوهما قديه هما جوز مسلسل في جزوز أجزيء هو يعني حاجبي قاتر فما حرقة محلي فما النوبة محلي فما زيدا أولاد مفيدة في أجزاء منه طيارة تحفون على الأخر كان هو زيدا موجود في التاج الحاضرة برا جزء الأول طيارة على الأخر الجزء الثاني لقى بعض النقد صحيح شكون مش برا نحكي قلت على برا فوندو كل شيء قابل للنقد أين حتى التوى مريتش حتى مسلسل اللي ما تلقى ما تنقد فيه اللي تقولوا الكمال وما فما ما فماش ما فماش البيرفيكسيون مش موجوده دونك الناس كل قاعده تحاول وقاعده تتعب وصلنا وبالعكس احنا قدمنا ياسر جوستمون على على وين كنا وين اصبحنا انا اللي حبيت نقوله اللي فما برشا مخرجين معناها قاعدين يبذلوا في مجهود قاعدين يعملوا في حاجه مزيان كيما تشوف سيم الفهري في الحوار التونسي مثلا فما سوسن جملي عامله فوند وسيم الفهري عامل براءه فيه ما يتمشمش فما ممثلين طالعه فما حاجات معناها اي في فما فيه فيه البيه وفي الخايب كي تشوف الحرقة في الوطنية جزء الأول وجزء الثاني كي تشوف النوم ملي بدأت التلفزة فما البيه وفما الخايب معناها ما هوش معناتها المسلسلات الكل ما فما حد كي تحكي على الرديئة عشرة على عشرة ولا عشرين على عشرين إنك تقول لك رديئة جدا نجي نقول لك باغ اكزومبل بالنسبة لي أنا فرقة 27 ووردة وكتيب رديئة جدا أما مسلسلات رديئة المسلسلات اللي حكينا عليهم ما نجموش نصنفوهم كرديئة معناتها كان قاسي أنا غضبني أنا باركونتر غضبتني كلمة فقدت ثقتي في روحي كممثل معني خاطر بوتيتر صورة المخرج توا ولات طاغية أكثر عليه من الممثل محليه نجيب لا ممثل محليه على الأخر ماشي علاش ثقتي في روحي كممثل كي يجي ممثل ويقول لك أنا فقدت ثقتي في روحي كممثل ما معنى معناتها ما يعيطوليش مانيش قاعد نمثل ما انا كان دنيا راني بطل انا في بلاصه فلان ولا فلتين دونك كيما يعيطوا ليش ما فماش خدمه فقدت ثقتي في نفسي وبعدها يجي يقول لرديئه المستوى راني حسيت على ما هو نقم لين اي تاع كله خايب مال دونسكا وهذا اللي خايب هذا اللي انا ذولي مالوغوزمون خاطر هو كان قاسي ما زيد كي نشوفوها بكوتي اخر باش يكون واحد نعطيه حقه على خاطر فما ممثلين كبار في تونس ماشيين وعاملين اكسبيريونس كيما نفكروا اسمه في خطب على البيت سيد احمد دور اللي عملوا نجيب القاضي وبعد مش عمل لي معناها عمل نحكي لك شو عمل دور به محترم انا ما فهمتش عليه اللي يمثل دور به
أدى دوره عادي معناها فهمت فرصته أنه نوليه أنا المضخمة هذي مازال معناها مازال تثنية مازال طويلة خدم أي خدم طب مش تقولوني كلام ما قلتوش أنا قلت مثل دور به مثل دور به أي مثل دور به عنده أعمال أخرى بارك الله فيك فما رمضان تزيد كان أحسن ممثل حتى في تجي الحاضرة محلي نجيب أي. وبرشا ممثلين محلي وإنا هوني حبيت احنا محلي اليوم نقوله هو محلي وهو يقول على الأعمال خايبة واحنا ما عندناش الحق باش نقولوا مثلا اي بتيت متغشش نجيب زيد على هو التكنيك مو هو التكنيك مو يفهم خير مني معناها في العمل كي يقول هو مثلا نجيب كي يقول على عمل خايب ينجم يكون تكنيك مو يفهم خاطر نجيب مخرج قاري المهنه قاريها متمكن من الياتها راه الممثل كي يولي مخرج يولي معناها رديئه راهو ما انت حاجه غديت حاجه ما تتعديش حاجه ما تتفرش فيها حاجة ذيحة رديئة معني مش قال متوسط ولا نعطيهم 50 اي قلت لك الكلمة قاسية برشا كلمة رديئة قاسية برشا كلي نجم يكون أعمال متوسطة أعمال فما مجهود وربي معهم قاسية لكن زيدا نجم نقوله زيدا اللي هو متغشش خاطر نجم يستحق حتى هو برشا فرص أخرى انتم تلقاو اللي تحبوها تلقاو له الأعذار هاي كمل اللي عطيني عندي حاجة نمشيو للأخبار الأخر بسرعة نحكيو على رؤوف ماهر في مهرجان قاسرين كانوا هبطوا له تصويرة انه أعطاه كرسي متحرك لموسنة موجودة غاديكا وتسأل في برنامج أستار على التصويرة هذه كيفاش كانت وكل قرة هي كانت لقطة عفوية واللي كومونتيغ تقسمه والآراء ما بين يعطيه الصحة وكثر خيره ما بين فيش يعمل وعليش يصوروا فيه وقت يجيبوا الكرسي وكيفاش أعطاه للموسنة والفنين كيعمل الخير عليش يوري ولا ما الجهة هذه عندها الحق والجهة أنا بالنسبة لي يعني اللي خمم هكا عنده الحق واللي خمم هكا عنده الحق هي مش في سبيكتاكل معناها مش في سبيكتاكل معناها مش انت تخدم وتهبط ودرشنيه وتكبروا المشروع معناها نعرف نيتك طيبه ونعرفوا رؤوف مين تعرف ان هي طيبه انت تخلي نيتك طيبه ولد نعرف ايه هك قلت مش في اما مش سبيكتاكل ايه؟ دونك كيف نيت بلي جملتك غلطه علاش غلطه نجم نحكي بها نعرفوا نيتك طيبه اما مش في سبيكتاكل مازال يحكي كملت ثلاثة ثواني ماش نجم نحكي صايم ماش نجم نقول تو باش تمشي الاخبار تو الاخبار باش تقول مش انا اي داكا دونك نرجع من بعد رجعت لك والله رجع أنا يلا الميتيو الأخبار وراجعين وأهلا وسهلا بكم على راديو إي إف إم أحلى راديو إي إف إم ميتيو